Allahu Akbar, Allahu Akbar. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث الله محمودنا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لي ولوالدي ولزوجتي وأولادي وأهلي وأخواتي وأخوتي وجميع من سألني والمسلمين جميعا يا رب. اللهم إني أعوذ بك من شر ما استعاذك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لي ولوالدي ولزوجتي ولإخواتي وأولادي وأحبابي وجميع المسلمين والمسلمات وكل من سألني بدعاء أرحم الراحمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وأنت رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين.